جداد ديالو ياك. هادي 23 شويه على التصويره. هادي 23 واني هو ضعاف ضعاف وكحال عليها. اسماعيل في عمره تيمقلي 40 سنه. 40 سنه. قبل ما نبدا ان شاء الله كنتمنى ان اللي شاف الصوره يتواصل في الرقم اللي غنخلي لكم حاليا في التعليق وفي العنوان اللي هو 0637 75 62. 0637 75 62 هو هذا الرقم واللي قيدته الرقم ديال الام ياك. الام والاخت عائلته كتناشد المغاربه كاملين خصوصا الساكنين ديال سباشا سيدي عثمان بالمسيه كنا واحد اللي شاف فيكم هذه الصوره ديال اسماعيل انه يتواصل معنا ولا تواصل في الرقم اللي كما ذكرت لكم ديال الام. كنتمناو على ان اي واحد نعطيكم شنو كان لابس نعطيكم امتى غبر 20 يوم دابا باش غبر كيفاش تغبر شنو السبب اللي خلاه انه يغبر كيفاش كان الطبع ديال اسماعيل ان شاء الله غنسمعوا على لسان الام والاخت ديالو. غير كنتمنى انكم تعاونونا الله يجازيكم بخير بالبارطاج تعاونونا كذلك بالبارطاج هذا هو المهم باش هاد الصوره توصل ان شاء الله لعدد كبير من الناس واللي شاف فيكم اسماعيل يتواصل معنا وتواصل في الرقم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وليدي. عاود لينا امتى غبر؟ وليدي غبر نهار 4 بشهر 11 مع 11 ديال الليل كان بارك قدام الباب خرجت لي اختي وكاس ديالها تاي دخلت الكاس ديالها تاي قلت لها فين هو خوك قالت لي امي هو بارك قدام الباب. ملي قلت لها بنيتي راه غنحطو العشاء عيط على خوك يدخل يتعشى قال لها لا ما غندخلش قالت لي دخل قال لها لا ما غندخلش قالت لي علاش قال لها بغا يتخليني بارك هنا خرج اللي خرجت وليدي ما لقاتوش لحد لي الان وليدي اليوم ما خلينا وليدي بنقلبنا هذاك النهار في الليل قلبنا من الليل كله حنا فايقين كنتسناو يدق ونتسناو يجي ما جاش بطنا فايقين هذيك الليله. الصباح هبطنا للبلديه الصباح هبطنا للبلديه من عند فين كتكون فين كتكون اخته وكاين عماته في البلديه سولناهم قال لك ما شناش كيعمر تما في المارشي ها مور كيمشي تماك حيت مور كيجي تما هو زيد تم هذيك الزنقه كنا ساكنين المره الاولى بدرب البلديه وسكننا دابا حنا كتعيش اخته تما وكيعيشوا عماتو كاملين ثلاثه كاينين تما وكاينين عمام وكل عائلته كاينه في سيدي عثمان. كنتسنى وليدي ما جاش الغدا وليدي صبحنا بالبحث مشينا وليدي للسبيط لطيط من الليل ما لقيناش مشينا لميريزكو ما لقيناش مشينا ل 36 ما لقيناش مشينا لعكاشه ما لقيناش بقى لينا اخر ما جا مشينا لامور مشى وليدي لامور خوتو كاملين مشى قلبوا عليه في لامور صندوق بصندوق جبدوه ليه ما كاينش وليدي ديكلاريت وليدي في 21 شي داك لينا مشينا ل 21 ديكلارينا مشينا لكاترين ثاني ديكلارينا قال لنا ودي هاد الدوسير حنا راه نسيناه في جميع الكوميساريات راه فين ما كان ولا فين ما لقيناه راه غنتعاونوا معاكم ونجيبوه ليكم. وليدي اليوم اللي شاف ولدي واللي شاف ولدي يا بعيد يا قريب عيط ليا في هاد النمره وما يوصلوش ليا الكذوب الخاوي وما عيطوش ليا بالنمره الخاوي وقولوا لي راه حنا لقيناه يراعوا لي رانا ام يراعوا لي رانا ام يراعوا لي رانا ام ما عيطش ليا شي واحد بالكذوب وقولي لي لقيت ولدك ويكذب علي راه عيني راني ام راني مريضه شي حد واحد اكثر من 30 واحد 41 واحد كتعيط لينا كتقول لنا راه حنا لقينا وما كاين والو كنتلاقى معاك نوريك الصوره ديالو غير صوتك شحال من واحد كنتلاقى معاه كنوريك الصوره ديالو شحال من واحد كنتلاقى معاه دابا كنوريك الصوره ديالو كيقول لي انا شفنا في السباسه شفنا في هذا الجامع شفنا في هذه القيصريه شفنا في هذه الجرده ما خلاتش في القلبس كاع الناس اللي كينعسوا في الزنقه ناعسين وانا كنمشي نعري وجههم وكنقلب كنقول هو دري ناعس ما خليتش في القلبس ما خليتش في القلبس كدابا كخويا مشيت للمحطه الكارديان سولتهم اللي كيبيعوا الكار سولتهم العسات سولتهم ما خلي المشكله خويا ما عرفش يغبر خويا ما كيغبرش كيفاش داير الطبع ديال اسماعيل عادي كاع الناس قال شوفوا السوا شو غيعرفوا كلشي الناس كيعرفوا سيدي عثمان كله كتعرفوا كلشي سيدي عثمان كيعرفوا لا بعيد لا قريب سباسه كتعرفوا كلشي الناس كيعرفوا درويش كيجلس مسكين تا كيعيا كيدير تجيلي كيدير شطابه كيخرج يقلب على راسو درويش كاع الناس كتعرفو مكاينش دابا الناس غيشوفو في كومونتر غادي يعلقو عليه واش خايب ولا زوين كلشي الناس كيعرفوه واحد الانسان طيب بزاف كاع العيب ما فيهش ما كاينش شفر ما كيكريز ما كيدير ديال الناس ما والو يقول لك عطيني وما يديش لك. كيفاش شنو كان لابس ذاك النهار؟ كان لابس جاكيطة زرقاء والسروال ديال التوب كحل ولابس صابو في رجليه وعندو هنايا في جبهتو عندو الدينار عندو الدينار كحل وعندو واحد الخاويه في جبهتو هنا ديال الصاله راه باينه فيه دينار كحل وجبهتو جبهتو هنا اخوات دري كالم كيصلي بخير كيصلي الا دويت معاه في القران يجبد لك كاع صفحات في القران كالم صفحات كلهم يجبدهم لك الجامع ما كيفوتوش عاد كتجي مسكين واحد المرحله كيولي شويه يصلي وشويه كيقطع الصاله مسكين
دري بحال جاتو بحال اضطرابات نفسيه جاتو كاين اضطرابات نفسيه اه والعداوي وعساكس عب وحده ماشي حنا نتمنوا الخير ان شاء الله ان شاء الله يرحم الوالدين اللي شافوا مباشر الله يجازيكم بخير اللي كنتي غتواصل باش انك تفلم الاحسن بلا ما تعيط نتمنوا انك اللي متاكد 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 يصوروا وشفتي شي بلاصه صوروا وعيط الام ديالو او عيط لينا وارسلنا صور شنو قلنا ها هو كيف البلاصه فلان فلانيه او شدوا حتى اتصل بينا الرقم هو 0037 72 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
ماشي الحاجة.